سنة من البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي أحسن أحوالكم. نكملوا توجور في القندورة هذه، أخي قلت لكم نعمل لكم فيها مراحل. رانا في مرحلة تسجيف الرقبة أو تبطين الرقبة. آخر مرة كنت نعدت لكم لفاصن تاع الرقبة اللي كنت راح ندير، وتفاهمت مع مولاتها أنها بطلت ما حاش تدير الرقبة اللي حبت هي، أو ميم طو ما حبتش تدير تاع الشوك اللي بروبوزيت أنا. جاتها على الرقبة هذه خاطرك مليحة، اتفقنا على هذه وراح ندير لها لفاصن هذه. كما قلت لكم باش تفصلوا الرقبة تعملوا هذا المستطيل. كان سبق أني عطيتكم لي ميزور نتاع المستطيل، يعني كل وحدة وتحط على لي ميزور نتاعها. نحكموا باللي زيبانجل هكا باش نعاونوا روحنا ما تهربناش القطعتين، يعني اللي من فوق اللي من تحت. حطيت الشكل اللي حبيته تاع الرقبه ونجي نفصل. دوك لو كان القماش خشين بزاف عليك فصلي بالجهه الفوقانيه، يعني الطبقه الاولى، ومن بعد زيدي فصلي الطبقه الثانيه. بسم الله. يعني فصلوا في عقلنا تقعدوا هكا رقابي فيهم دي فاصون، فيهم يعني دخلات وخرجات. ناخذوا وقتنا باش نجيبوا الرقبه قد قد هنا، ونزيد نجي ندي الجهه التحتانيه. يعني كنت نقدر اني نفصلهم للزوج مع بعض، لكن هنا في التدويرات هذه وهنايا شويه تجيني خشينه والمقص ما يساعدني. خيف سبق وقلت لكم انه المقص هذو تاع البلاستيك ما راهمش يعني حاجه مليحه ولا نوعيه مليحه. حاجه اخرى فيها البنات، كل ما تجيو تخدموا رقبه وتعجبكم وحبيتوا يعني تقعدوا ديما تستعملوا هذاك الباترون، هذا اللي تقصوه ما طيشوش، ديما خبيوه، ديروا بليزيور، حكموهم بحوايج هنا بزيت بانك ولا، وخبيوهم تقعدوا ديما تستعملوا لي فاصون تاع الرقابي، هذه يعني كتدبيره. تدبيره اخرى البنات باش ما ننساش، البراوي مثلا كي يعود عندكم البرا هي الجديده يعني غير اللي حطيتيها وشويه تكرشت لك. كي تتكرش جيبي حجره، انا مدايره هاد الحجره صغيرونه هادي لقطتها من البحر، حنا نقولوا لقطتها يعني زيتها، جبتها من البحر. شوف كيفاه تشرق تلمع يعني ملسه. لما تتكرش دي شويه البرا، انا حطيتها هنا ديما في جنب الماشينه، نجي نحكها ومام طون ندور، يعني نحك وندور في البرا، نحك وندور ترجع جديده ويروح لها هذاك الكريش هذاك الراس تاعها هنا اللي عاد مدبب وكانت تفزت في القماش، ترجع جديده يعني نزيد نقدر نخدم بها مده خلاف، يعني هذه كتدبيره فقط. نحي لي زيبانغ ونحط نستالي لو مورسو اللي راح نسجف به. انا نستاليه نحكمه باللي زيبانغ ونرجع لكم يا البنات. فوالا البنات انا رجعت لكم هاك القندوره، راني حكمت الرقبه سي بون، ستاليت السجاف. بون نرجع نعت لكم ستاليت السجاف، حكمته بلي زيبانغ الكامل باش ما يهربليش. تاكدت بلي الرقبه ما هربتليش، يعني باش ما تزيدش توسيع لي. تاكدت بلي ميزور اللي عندي هنا هما من بعد كي نقلبها تجيني 10. سو كيف هنا عندي باردون، كي نقلبها كي نحل القندوره وكتعد الرقبه محلوله تجيني 20 قد قد. كيف هنا راني عندي 10 سنتيم. صافي الله يا ربي. نكمل معاكم البنات، هاني ستاليت السجاف، حكمت الرقبه ساير داير باللي ميزور نتاعها، حكمت باللي زيبانغل، تاكدت باش الرقبه ما تكونش لي ميزور هربولي ولا يديكالاو، تاكدت بلي عندي 18 هنا لداخل. كي تتخيط يرجعوا ال 20 اللي هضرنا عليهم وهضرت لكم على لي ميزور نتاع الرقبه هذه. درك انا نعقبها في الماشينه ونقول لكم طريقتي كيفاه نخيط الرقبه. انا ندي مش سنتيم كامل ومش نصف سنتيم، يعني تقدر تقول شويه انا على قد هذا البيد بيش نحكم به لي ميزور، هو مش سنتيم ومش نصف او ميمطون، ديما يعني نحكم لي ميزور نتاعي بالطريقه هذه. المهم انا نجي هنا للوسط، هذه يعني تدبيره ثاني زيدوا حكموها بنات. بزاف اللي تبدا يعني الاغلبيه انهم يخيطوا الرقبه يحطوا على البدايه ويهبطوا يخيطوا يوسطوا هنا يزيدوا يعاودوا يطلعوا، بزاف اللي تديكالي لهم الرقبه.
احسن طريقه. انا نقدر دوك نخيطها بالطريقه هذه، انا موالفه، لكن المبتدئات اللي خافوا الرقبه تتعوج لهم ما تجيش هذه زي هذه. وشفتها بزاف سورتو كي يعودوا رقابيه فيهم دي موتيف تخي غار، وين نطيح في رقبه تاع هذه تشبه لهذه، يعني جهه تشبه الجهه. الطريقه هذه البنات تجيبوا الرقبه كيف كيف كيمن كيمن، تحطوا نبداو بالنصف نتاع الرقبه، ماش نبداو منها من فوق ونهبطوا ونرجعوا لهنا، نبداو هنا بالنصف. راني عندي لاتخاص، ها هو الكاغي اللي خدمنا به الرقبه، راهو هنا عندي هنا لاتخاص تاع النص. نجي نحط الماشينه البيد بيش، يعني الرجل نستاليه، نحط البرا وندخلها جوست في النص نتاع لاتخاص تاع الوسط. نخيط الجهه هذه وبعد زيد نرجع نخيط الجهه الاخرى. دوك نحاول نخيط قدامكم، يعني ما نقطعش هكا باش ما تراتيوش المراحل تاع الخياطه كاملين. تاكد بالخيط مشبوح. وي بسم الله. يعني نخدم في عقلي، سنين ما راهمش يزربوا، راني يعني منقصت لها باش ما تغلبنيش. يعني نوصي فيكم هكا باش تخدم في عقلك، باش يكون عندك وقت كيفاه الدور. نجي للشوكه هذه نوصل الحاشيه تاعها ونزيد نهز البيد بيش، يعني رجل، ونعاود نرجع نكمل واش مازال لي. فوالا البنات انا خدمت الجهه هذه، دوك نزيد نرجع نخدم الجهه الاخرى. نزيد توجور نرجع هنا وين بديت في النهار الاول، نزيد نعاود نحط البيد بيش، ندخل البرا في البلاصه اللي بديت فيها، في البلاصه اللي بديت فيها نزيد عاود نرجع ليها، نميل باش نمشي على حسب لا فاصون تاع القدا. نزيد نعاود نفض هنا، يعني كيما درت الجهه الاخرى نزيد نعاود الجهه هذه. نقطة الخياطه ندير البوان، عندنا البوان داغي تاع الماشينه نتكى عليه نقطة الخياطه باش ما تحليش هكا. من بعد نحي لي زيبانغل ونقصها، يعني نقص هذا الدخلاني. من بعد نكرونتي، يعني نجي ندير فتحات صغار ساير داير باش لما نفتح لما نجي نقلب السجاف لداخل تخرج لي فاسيلمون، يعني بالطريقه هذه. دوك نعت الكمانه تاع الوراء بيسك راهي واجده هكا باش ما نودروش وقت. شوفوا الفتحات هادو، هادو الصغار ما نوصلوش للخياطه، ندير هكا فتحات ها هي، ومن بعد نجي نقلب السجاف بالطريقه هذه. يعني كي يعود عندي الفتحات هادو السجاف يتقلب لي فاسيلمون. هذه هي النتيجه. دوك انا مازلت نزيد نخدم هذه زي هذه ونبدا نلصق الكتاف. قبل ما نعتلكم لازم نقطع باش نقص ونصطاليهم مع بعضهم ونعتلكم الكتاف كيف نركبوهم، يعني ما بقاش ونخلصوها. شوفوا البنات راني وجدت لي دو بارتي تاع القدام كي تاع اللوراء، القطعتين واجدين مسجفين. دركا باش نلصقوا في الكتاف كيفاه ندير؟ انا هذه القطعه تاع الامام ها هي الكتف وهاو السجاف نفتحهم هكا على بعضاهم، يعني ها يعني تصاهي باينه ها هاي الرقبه هاي الشوكه، نفتحهم هنا على بعض ونزيد هذه ثاني الجهه الاخرى راهي مفتوحه، يعني راهي بالكتف بالسجاف مفتوحين. ونزيد يعني الوج مع الوج، يعني هذا وج القندوره والسجاف راهو مفتوح على وجهه توجو. نزيد نحط معاه الوجه الاخر نتاع الظهر، نحصر شويه نحطهم على بعضاهم، نتاكد باش تجيني خياطه الرقبه تاع الامام مع تاع الوراء يجيو كيف كيف مع بعضاهم. كي نتاكد باللي راهم في مكان واحد نحط نحكمهم باللي بانج
نزيد نحكم الكتف كامل على طوله، ونزيد نعمل لا ميم شوز في الجهه الاخرى. يعني نزيد نتاكد انه الخياطه تاع الرقبه راه مع بعض. بعد ما نحكمهم مع بعض نزيد نحصلهم باللي بانكل، يعني بالدب دي بيبيز ولا النقابيات ولا كيف تسميوهم. نحكم الكتف كامل. دروك طريقة الخياطة هي نجي من الطرف نفض حتى للطرف، يعني نبدا من ونحكم الرقبة، نحكم معها السجاف، السجافات مع بعضاهم. ونزيد تقصت لي البنات بكري، دارت لي ساتوراسيون تاع لا ميموار، ما كملت لكمش الهضره. ها الخياطه اللي كنت نهضر عليها، نخيط الرقبه مع السجاف على طولهم، على طولهم هكا. ومن بعد نجي نقلب نرجع لهذا الحاشيه، نرجعها في الجهه تاع اللورا للخلف باش نطبق السجاف الداخل. الطريقه هذه تخلي انه القندوره تجي نظيفه، تجي باهيه متحوفه، وتجي الخياطه ما تباش لكيما كيما. يعني اون اوبتي ان ترافاي بارفي. نكملوا البنات الرقبه، راهي فضت خلصتها. شوفوا الخدمه كيفاه جات، هذا النتيجه النهائيه، هاي تبان لكم كيما القدام كيما اللوراء. وهاي من داخل خدمة نظيفة. فوالا عفوا البنات، هذا كان فيديو تاع استجاف الرقبة، ان شاء الله يكون واضح، كل شيء باين يعني ومفهوم. اذا كان تساؤلات خليهم في التعاليق، نجاوب عليهم في الفيديو القادم. المرة الجاية نكمل لكم كيف نركبوا لا موش كورباي، يعني هي تاني اسهل ما يكون، يسوفي تتبعونا فقط. هكا نكون تقسمت معاكم القندورة من الف للاخير. خليكم على خير البنات، يوم سعيد، يوم موفق، ومع السلامه.